بالفعل هذا ما يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الأمريكيين. مرحلة ثالثة سينتقل إليها الجيش الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة بحسب التسريبات الإسرائيلية والأمريكية. بالأساس فإن الجيش الإسرائيلي سيقلل غاراته في قطاع غزة بنسبة كبيرة، كذلك سيخفض عدد جنوده شمالي القطاع وسيركز عملياته على مناطق وسط قطاع غزة، تحديدا على منطقة خان يونس وعلى مناطق وسط القطاع بشكل عام. بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحسب وسائل إعلام أمريكية سحبت قواتها من شمالي قطاع غزة. نيويورك تايمز تتحدث عن خفض عدد جنود الاحتلال من نحو 50,000 جندي إلى أقل من 25,000 جندي في مناطق شمالي قطاع غزة. لكن إسرائيل تتوعد بحسب ما جاء في بيان عن وزارة الأمن الإسرائيلية فجالانت، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي بأن الحرب على منطقة خان يونس وسط قطاع غزة ستستمر خلال الفترة المقبلة وستشتد في هذه المنطقة على وجه التحديد. أما منطقة شمالي قطاع غزة والتي يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن أن الحرب تقريبا انتهت فيها وعن أن الجيش الإسرائيلي سيخفض غاراته في تلك المنطقة، سيمنع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من العودة إلى تلك المناطق، بطبيعة الحال سيمنع الفلسطينيين الذين هجروا من هذه المنطقة من العودة إليها. لم يتفق بلينكين وجالانت أو بلينكين ونتنياهو على السماح بعودة الفلسطينيين إلى هذه المناطق، لكنهما اتفقا بحسب موقع ولا الإسرائيلي وبحسب هيئة البث الرسمية على إدخال وفد أممي، طاقم أممي من الأمم المتحدة لبحث إنشاء مبان مؤقتة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ما يذكره موقع ولا الإسرائيلي عن إدخال وفد أممي بالأساس لفحص البنية التحتية في تلك المنطقة وإمكانية أن تخدم هذه البنية التحتية عودة النازحين الفلسطينيين إلى تلك المناطق. وهنا وائل لابد من ملاحظة، خلال الفترة الماضية رصدنا كيف يعتدي الجيش الإسرائيلي على البنية التحتية داخل مدينة غزة في مناطق شمالي القطاع، كيف كان يعتدي على المشافي في تلك المنطقة وكيف دمر أيضا المدارس هناك وكافة أشكال الحكم والنظام من الشوارع إلى البنية التحتية تحت الأرضية من المجاري وما إلى ذلك. والآن يقول أنه سيبحث البنية التحتية التي نجت من هذا التدمير الإسرائيلي إن كانت تستحمل إعادة النازحين الفلسطينيين إلى تلك المنطقة. هذا يعني أن تدمير البنية التحتية الذي كان شمالي قطاع غزة كان له هدفان، هو تهجير الفلسطينيين من تلك المناطق لكن بالأساس منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى هذه المناطق. واشنطن بوست تتحدث نقلا عن مصادر أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي قدم لإسرائيل مبادرة لليوم التالي لقطاع غزة على حد تعبير هذه الصحيفة بعد لقاءاته التي أجراها مع القادة العرب خلال جولته التي أجراها قبل أن يأتي إلى البلاد. لكن الصحيفة تتحدث عن فجوة بين القادة العرب وبين الرؤية الإسرائيلية لليوم التالي على قطاع غزة. إن أردنا أن نوجز وائل، ناقشت تفاصيل عينية ولم تناقش سياسة عامة لإنهاء الحرب أو حتى للانتقال بشكل واضح إلى مرحلة مقبلة من هذه الحرب.